بما اننا بقى في الصيف ودايما اغلبنا دلوقتي على البحر او بنحب نشرب كده شوربه السي فود، وزي ما انتوا عارفين بقت غاليه ازاي، تعالى اقول لكم ازاي نقدر نعملها حتى لو الحاجات البحريات اللي عندنا فروزن، ازاي نقدر نعملها تحفه جدا واحلى من المطاعم وبخطوات سهله وبسيطه. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. في حله بقى على النار يا ست الكل، هنزل بشويه من الزيت ومكعب من الزبده، مكعب الزبده بتاعنا. طبعا بنحط زبده مع زيت عشان الزبده لو حطيناها لوحدها طبعا هتتحرق. عندي بقى بصلايه مقطعه بالشكل ده، اول ما اسمع الصوت الجميل ده هنزل بقى بالبصلايه الحلوه بتاعتي، ومعايا جزر وكرفس. كرفس مع البحريات او الاسماك عموما بيبقى تحفه جدا. هديهم تقليبه حلوه كده ونشم الريحه الحلوه او الريحه الحلوه تبتدي تطلع. ننزل بفص ثوم مهروس، هننزل بقى بفص الثوم اللي قلت لكم عليه والسي فود بتاعنا او البحريات بتاعتنا، وزي ما قلت لكم حتى لو فروزن هنطلع منها احلى شوربه سي فود النهارده. دي بقى تقليبه حلوه، شموا بقى احلى روائح. محتاجه بس لون الكابوريا بتاعي يغير. تعالوا بقى نبهر الكلام الحلو ده شويه كده من الفلفل الابيض، شويه كمان من الفلفل الاسود، حاجه بسيطه خالص تقريبا 3 4 جرام يعني، شويه صغيره من الملح او اظبطي بقى الملح بتاعك. عايزين بقى اختياري تضيفوا رشه من الكمون ضيفوا، انا مش هضيف، انا هكتفي بس بالثلاث مكونات دول ومعلقه كبيره من الدقيق، وهنقلب بقى الكلام ده كله كويس. هديها بقى تقليبه حلوه، خلي بس الدقيق يختفي معايا. اول بقى ما دي يختفي معايا هنزل بلتر من المرقه، طبعا مرقه الجمبري او مثلا نكون عاملين مرقه سمك، عاملين الراس كده واخدين المرقه بتاعتها وننزل بيها على الشوربه الحلوه بتاعتنا دي. نديها بقى كام غلوه ونسيبها على النار ونوطي. واول ما تعمل معانا وش كده او ريم، الطبق دي مهم جدا نشيلها عشان هي دي اللي مش هتخلي طعم الشوربه معانا حلو. شايفين لو عملت الطبق دي نشيلها عادي جدا. وبعد ما الشوربه بتاعتنا استوت وتاكدنا ان هي استوت، هنضيف بقى كوبايه من الكريمه الحلوه بتاعتنا عشان تخلي الشوربه بتاعتنا سي فود بالكريمه. وبكده نكون خلصنا الشوربه بتاعتنا بتاعت السي فود، وطلعت احلى من المطاعم، وعملناها زي ما قلت لكم بكيس فروزن يعني ما كلفتناش حاجه. يلا نقدم الطبق. شايفين بقى الالوان والجمال، الله الله، مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي. وبس كده هنكون خلصنا شوربة السي فود اللي احلى من المطاعم، عملناها بالبيت وبأقل امكانيات. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم تحت في الكومنتات. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.